المانيا والسيسي عندما تتكلم المصالح. السياحة: تمثل السياحة الألمانية المركز الأول بنحو 1,700,000 سائح في 2018. الاستثمار: حجم الاستثمارات الألمانية في مصر يصل إلى 7,100,000,000 دولار في قطاعات الطاقة والحديد والسيارات والاتصالات. السلاح: تحتل مصر المركز الثاني في استيراد السلاح خلال النصف الأول من 2019 بقيمة 800,000,000 يورو. السياسة الخارجية: يعتبر الملف الليبي وملف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا أبرز ملفات التعاون بين البلدين.